صرنا معكم على قناة الحوار التونسي والبرنامج اسمه أمور جديدة. معنا بيا الزردي، بسام الحمراوي، صادق حلوان، كريم الغربي، مريم بن مالي، وشادي العرباوي. برشا قالوا لنا راهو للتوازن نتاع الاستوديو شاد اللي عرفاه وصادق يجم كل واحد في جنب. كل واحد في جنب معناتها بور فير ليكيليبر. كل باسكولا نتاع المارشي. في بالك تو كيف فادلك بسام والله عنده حق. انت على يمين الباسكولا وانا على شمالي باش نحكيو على اش بيك تعيط انت اش بيك؟ يا شادلي يا شادلي يا طيس تعيط عليك يا قوى منشط في تونس هذاك يا شادلي دي توباج يا عيطوني هيا لي هيا عمي 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 اسمو مش قوش عليهم دو غارد دو كور والله لا مش غارد دو كور زوز هباطة في المرشي يا عنا يا شادلي يا عنا مش بيك تفيا هاي سيبا دونك صارت في وسط الجمعة يلزمنا نحكيو في برشا أمور جدية. حكاية تونسير اللي صارت في وسط الجمعة على لبسة وكذا وتوخير ودنيا وضرب وعنف، دونك نشوفوا الأخبار نتاع تونسير وبعد نعلقوا عليه. نأسف لهذا التأخير، المرجو من السادة الكرونيكور لبرنامج أمور جدية ربط الأحزمة وانتظار الخبر، شكرا لتفهمكم. بالحق 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 اللي صار في ضيحاء التونسير اللي هي شركة معناتها نحبوها رغم مساوئها الكل، أما راهو كي تشوف الترتيب نتاع شركات الطيران العالمية في بعض المراجع تونسير ميم في التوب 100 ما فماش، لا في البونكتواليتي معناتها مراتب متأخرة، لا في السيرفيس، لا في الستاف، لا في الغيرو، معناتها ما نعرفش وكم النقاب على لبسة عرك وضربوني وكذا، معناتها يظهر لي معناتها شلكتوها اكثر من اللازم ويظهر لي ما فهمتش العمل النقابي هذا باش يدخل الطياره في مطبات خايبه برشا هوائيه لا لا بالحق معناتها حاجه خايبه برشا بيه الستاف نتاع تونسير يعني توسكي بيلوت من اقوى راهو قعدنا كان نقولوا من اقوى محلاهم ومن اقوى اما عندهم برشا مشاكل قعدنا كان تونسير تعمل روتار ستة سوايع وستاف ياكلونا بالكلام ومحلاهم وجونتي بالحق هما محلاهم الستاف اما نهار كله وثلاثة سوايع رتاح خاصة انك كجو ويوسعوا لك بالحق بالحق هما انسانيين اما الله غالب الله غالب الله غالب دونك عندنا زاد الحكايه اللي قالها فوزي بن قمره لازمني نوضحها خاطر تحكوا عليها في برشا جرايد عجبوني زوز مقالات كتبوا في الشارع المغاربي وفي المصور نهار الاثنين البارح على رد فعل نتاع مستشار وزيرة السياحة اللي كلام فوزي بن قمره شنو هو قال؟ سينورا قال هي قالت له يظهر لي فما سياح يهدوا بسبب اغزر الجمله كامله كيفاش وكيفاش الخبث نتاع برشا ناس ما اعتقد قال فوزي بن قمره قال قتلوا فما سياح يهدوا على خاطر التمساح تقتل باش ما يجيوش لتونس قال لهم كان على خاطر التمساح ما يجيوناش لا يجعلهم جاو شوف الفرق معناتها بين الراي فما مستوى منحط برشا نتاع مستشار وزيره السياحه معناتها اللي فوزي بن قمرة أبو جهل وش تحب يجيونا داعش وكذا معناتها كان مشيت يا مستشار تتلهي تحل في مشاكل السياحة الجبولات أصلا كيش لاقي الوقت باش تتفرج في التلفزة تلمو جبولات مشاكل في السياحة تتلهي حلهم خير بعدم الكفاءة متاع عدم الكفاءة متاع برشا خدامة في وزارة السياحة فما برشا خور في المشاكل في الوتلة ومشاكل متاع ديون ومشاكل متاع توريزم مش فوزي بن قمرة حتى كان هذاك موقفه باش يهرب التوريست حتى كان فوزي بن قمرة غلط قول له غلط هو علاش مش أبا جهل وكذا وكذا معناتها مستوى منحط وشكرا شارع المغاربي والمصور اللي قالوا لهم مستواكم في الرد راهو منحط من المفروض تحترموا رأي الشخص وتجادلوه معناتها والسياحة في تونس يا صادق لازمها برشا حلول معناتها مش حلول يا خويا والسياح خويا زوا ولا أكثر منا سياح هاي والله العظيم ولا عندنا سياح مش نورمال غريبة راهو اسمه والله ساعات تعمنا ولا مشيت مع صاحبي الأوتيل عيطت له امرأة كبيرة الراجل شيخ قال لي يظهر لي ورقت قالت له صب لي دينار لايت يا عشبكش قورية قورية امرأة كبيرة هكا قال لي يظهر لي ورقت مشيت معها شوي وجبدت قالت له اسمع صب لي دينار لايت والله وان بلوس الروسيين اخويا اللي جاونا واحد روسي معلم حتى ما الطفل جايبه في الساك ما يحبش يشري مسترفعنا منهم في حد شيء مش نورمال اسمعني نوفلو على البيسين واحد قال لي تيك جيف مي سيجارت عمري ما ريت واحد قحاف بالانجلي هذا
جيف مي سيجرت يا عجبكش يقعدوا فينا في السواقر التوريست توريست ما شكون هذاك بطال تونسي سبب والله العظيم قلت له شو اسمك قال لي قربت شوف انت لحامه تشوف قحاف انت قحاف تشوف شنو الحل باش نعملوا شنو الحل اخويا نعملوا كاستينج للتوريست اللي جينا قريب نلقى اوكراني عمده في حومتنا مش نورمال دو زورو داخل تونسي صرفهم يقولوا له 6000 ويعيش بهم جمعتين مع عالم لا لا غالب معناتها نوعية السياحة ما هو مستشار زي سياح في ما يحاول يطلع من كاتيجوري السياح باش يدخل مداخيل مثلا تونس والمغرب تقريبا نفس عدد السياح نحكي أرقام تاع عام التالي مش نوعية السياح مش تو مثلا كيما نقولوا 5 ملايين سائح في تونس 5 ملايين سائح في المغرب سوف كل المغرب يدخلوا فيها دوبل نتاع تونس مدخول سي سي با لو تريبل اي لا دوبل انا نذكر ستاتيك شفتها مع ارقام رسميه الدوبل معناتها ليه يحل في المشاكل ليه يتبع في في فوزي بالغرب 300 يورو يجي عدي 10 ايام راكب ماكل شيء اول انكلوزيف اي 300 يورو في بلاد المشكله فاش ما يخرجوش باش يشريو مثلا تحف ولا حاجات ما يخرجوش لا ولا اسوسياسيون نتاعك تو تعطي هي الجريري معناتها شو الجمعيه نتاع فوزي وكل مانيش كيفاش يحكي عليها من على انها جمعيه تافهه تعطي في جريري وتعطي في كل جد الفقير وبما عنده وعلى كل عمل مجهوده وفما رو حتى مثلا رو معناها بالنسبه للسياح رو ساعات التونسي يصرف اكثر من السائح معناها ريت كان ركزوا بالكدا زاد على السياحه الداخليه التونسي يصرف بالكدا في معناها في يصرف يصرف اكثر وكي عيط السيرفور مثلا يقول له جيب لي دابوزا ما مثلا يجيبها له يبدا يكحر للتونسي كاينه عندنا مشكله تاع سيرفيس طالب ماء مثلا يتفضل اشرب شرشب قريب يقول لك شرشب والسائح الاجنبي يقول له دابوزا ماء يجي يبدا ينقص فرحان به ونحن يعاملونا معاملات اخرى ساعات كيف ساعة تظهر توريست انت انا توريست مش توريست يلا صحيح ولا مش صحيح باش نعطيكم اخبار صارت معلومات معطيات وانتم قولوا لي صحيح ولا مش صحيح في قليبيا عملوا قهوه جديده نتاع نساء برك ممنوعه على الرجال قهوه ما يدخلوا لها كان نساء اش قولك مريومه في الفاز صحيح على خاطر شيء معناتها وين فكره حلو ماهيش فكره حلو معناتها قهوه للرجال وحده وقهوه للنساء لا لا قهوه للنساء ما فماش قهوه للرجال لا فما قهوه شعبيه للرجال هذوك معناتها الحق يشربوا قهوه للنساء معناتها على خاطر ساعات تدخل القهوه تسمع كلام من اللي ما تجمش تستحمله اي سي فري سي فري رد فعلنا انا واحده من الناس وليت في باب بلايس نرد الفعل وردود فعلي تكون ياسر صحيح معناتها نلز روحي واحد يقول لي طيح قدره عرفت انا انضم صوتي البياع سايب دخلت القهوه والله سمعت كلمه شوكيتني انا نضم فمي والله كل سمي ونهز اختي دخلت القهوه سمعت كلمه شوكيتني اللي هي 8500 قال القهوه شوكيتني على الاخر صدقني لتو مريض مع الصيره احسن واحد نعمل قهوه رجاليه فقط كريم تخيلها معناتها قهوه للنساء برك يبدا بنات دو بنات يلا ابو فرامين ولع يا بلقيس لم يحول سرقه جوك يبداو داخلين ولاد يهزوا كابيسان يبداو مطبسين روسهم حاشمين حاشمين تفرج هكا الفرطاتو مخسر اللي معاه عنكبوت وتتقلب بالراجل يولي يتصرف كيف المراه تصور واحد اسم المولدي يبدا يبكي دبوست الفرني نتاعو شكون هز دبوست الفرني قلت لكم يا جلال ما عرفتش مست الفرني نتاعي جيه جلال شديت عليك لاسيتون شوف المونجي ولد خالتك مسكين كوفري مكياج تسرق له فوطيه علاء واحد يبدا خارج ياسر وصاحب وي بلقيت ما نلقاش عندك كولون برص والله المرات سانسر لي لك حل لبسه بس يا مكا لك حل لم يا حولة ما نعرفش عليه شاد لي ما نعرفش علاش حسيتها لميا مش حولة لميا شوفوا 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 اسكو صحيح ولا مش صحيح فضاء ترفيهي يتمثل في مقهى شد اقبال من نساء رقدت لهم فكرة توفير مكان خاص بهم يجلسوا فيه مع صديقاتهم صاحبة المشروع حرصت على توفير الظروف الملائمة والراحة اللي تخلي رائدة المقهى يقضي وقت ممتع
يقضيوا حسوا نفس المذيع نتاع الماتشويت. لا والله شاطها ولكن الكره وجههم كل نتاع قطاع وريشة. اي 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 جوستو ديما احنا نساء قطاع وريشة. لا يتلموا ذوك باش يفوتونا برشا الايام تاع تحسين وما باش يبداو يقطعوا وريشة. علاه قطعوا وريشة؟ وريت هذيك اللي تحسن الكابيسون هي الدور ياكلها الكلاس. لا لا عندنا بلوز امبورتون الدور ما ريتهاش انت كيفاش. والله فهمت حاجه. لا لا فهمت حاجه الاولاد لقيتها اضرنتي بيا مشكلتها مش فوزي مشكلتها مع الكرسي. اللي يقعد في الكرسي هذاك عنده النظره الاحاديه عرفتها ديريك نظرتي على اليمين على اليمين. فوالا باهي ترى السويد عندهم 5000 مسجون عملوا موقع بريزون ماتش باش المربوط يلقى شريك حياته ولا شريك تحياته وكيف يخرجوا يكملوا حياتهم مع بعضهم معناتها سيت انترنت. ما هو السويد عندهم الوي في في الحبوسات. عندهم الوي في في الحبوسات. لا عملوا سيت اسمه بريزون ماتش معناتها كيما الفيسبوك اما يتعرفوا المرابيط مع بعضهم وينو تعرفوا على بعضهم بعد ال نجم يعرسوا مع بعض بالربطيه عرسوا حسب رايكم صحيح ولا مش صحيح؟ مادام عندهم الوي في انا المعلومات كل قلتها في المطلق صحيح كل شيء تتوقعوه ها صحيح خاصة في السويد كل شيء تتوقعوه حرية. احنا صارت عندنا في تونس انا نعرف شكون سيغ انترنت عرفت رجلها وتعرس مش في الحبس مربيت هذو في مربي يا اخي كي يعرفوا بعضهم من البعيد عن بعد شنو كيف كيف الاشكاليه في المربوط وفي الحبس عنده وفي وقت باش يكونكتي وفي الحبس عنده وقت قاعد يعمل في الحبس شو اكثر واحد عنده اكثر واحد عنده وقت كان في السويد فما الحكايه راه حبوسات العالم كل فيهاش وفي اذا ما فماش احنا نحكيو على شنو اللي تعرفوا بعضهم لا انه في الحبس معناتها مربوط السيت ما يشتركوا فيه كل المربيين. كل المربوطين الموقفين يعني. تي حتى السيد بيان سور. معناها يقول لك حط المود باس ونمر الشامبري نتاعك. تخيلوا في تونس، زوز مربيت يتعرفوا. تكون قدام ديما في الادوار اللي انت مربوط. انا مربوط خويا. اسمعني هذاك بسام الحمراوي بيتولي مده يعمل صبيغه نتاع الفيلم نتاع صبيغه نتاع شهر. الشاد اللي ما تعرفه مازال جديد، خويا هبطها صحيح. نقعد اخي. لا اسمعني تنجم تمر وحبيره شاد اللي راه مش كسكروت جوست بلاك هذيك تشوف الله غالب اسمعني فما ندوية في امور جديدة هاي اعملوا اعملوا شوية شات هكا وسكايب شكون هذه ساسو ساسو مدريس بين قاسين شنو من مثلي سينقرض عليها باندا اختي يا بعث لي ميساج سافا محلي اسمك في الفيسبوك مسجون الغرام انت منين نقطة استفهام خمم خمم منين انا كاري دار في النصر دو مالا شبيها تخرج لي انفويي دوبوي شامبري عدد ثلاثة انا ما مرقمينها احنا الدار مرقمينها انا الشامبر نتاعي رقم ثلاثة على اليسار شبيك ماكش حاطة تصويرتك والله سمايل يقلقوا فيا برشا عبيد نحيت تصاوري الباهين كل من انستغرام ها 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 حتى انا تصاوري الباهين في الداخليه كوكو شنو معناها الداخليه نقطه استفهام الاورديناتور يكتب واحد ونقصد في البيت الدخلانيه او كا اسمعني البارح ريتك مهبط ستاتو en train de manger marhouja. Qu'est-ce que ça veut dire? نقطة استفهام. المرهوجة مكرونة صوص بلانش. جوست بيضة بالغبرة وكو. آه هاش 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 هاش. سمايل يضحك. نعرفكم أنتم العزاب ديما تبلبزوا في الماكلة نتاعكم. كا 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 كا. Écoute-moi, connexion تاعي راهي طايحه شويه 16 بيت حتى احنا 16 في البيت او قدك فاتلك سمايل مخرج لسانو عندك بروجرام ليله سمايل مخرج لسانو سمايل مش مخرج لسانو هابت سيلون الليله قلب او كا نقطة تعجب نقطة تعجب نقطة تعجب السيلون هذه مش في قمرة حالة جديدة واو حكيوا عليها صاحبات البنات سمايل دبدوب دار كلام رساس والله ماذا بيا نمشي لها
عرفتك اللي يبدا يبعث النواره وقلب وواحد عمل هكا وكهرباء تعرفش عليه. امشي سيلون. والله ماذا بيا نمشي معاه زعما عاملين سواغي موس. اي موس وساطور والجو الكل. اسمعني. وي. نحل سكايب قلب. اوكي لحظه نشعل الضوء. يا عاجبك شي يا تقول محمد بحمزه هذه طايح على روح يا عاجبك تجي تشد معانا كبران شيفه. سالي عسلمة. سامحني راني مانيش عامله مكياج توا خاطر في فرشي. يو محليز اسمك سجين الغربه وتقولش عليك في الحبس. اي انا في الحبس انا في العبس. شبيه يا اخي ما عجبكش جمالي؟ الجمال جمال الروح راه. نعرف نعرف جمال الروح. مال محمد محمد فهمت. اسمعني. ها. شنو الكونيكسيون؟ قلت لك ما سمعتنيش؟ ما سمعتكش. باي 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 باي. لا لحظة لحظة لحظة. طيب وقتاش نتقابلوا؟ أنا مازال عندي 20 سنة حبس تو نتقابلوا تو نتقابلوا. صحيحة الحكاية. مش كأنه مسلسل مش حسيت راي بس صحيحة الحكاية. قلب دبدوب ستيلو قلم رصاص. صحيح ولا مش صحيح؟ وزارة التربية تتدخل لمنع نشر وتوزيع قصص أطفال. هي القصة اللي كلها دارت على الفيسبوك شفناها. ظهرت عندها 3 سنين وراجل تكلم قال وطردته اللي كتبه وعاودت بدلتها خاطر قال له ترجم قصة عالمية. يا أخي من بعد عاودت طلعت في الفيسبوك مرة أخرى ولات داكتواليتي معناتها الراجل ما صدق ربي 3 سنين معناتها دار النشر وضح الحكاية باش ما يتظلمش. رجعت أون فورس مش رجعت برك. العباد الكل يبارتاجيو فيها. اي ما فما فما الفول هذيك البول دونيج اش تسمى معناتها نعرفش يعيطوا لها واحد يبارتاجي ناس الكل يبارتاجي. يقول الامير اللص هذيك اسمها خطيب اللص. خطيب اللص. وليت رعب. انت شفتك العبارات في القصه؟ لا ما شفتش انا حلمت بها في الليل. شنو هيك العبارات؟ وشربوا الخمر لين داخوا من عشان باتت فقطعوا لها اصبعها في اصبعها. انقواس ابصر احد اللصوص خاتم في اصبع الفتاه المقتوله. دونك نذكر راهو قديمه 3 سنين ما تعاودت تجي. اسبوع بالدوله الجمعه الجايه ان شاء الله باش نجيب لكم قصه اخرى. اي با سي ان فيلم دوغور نقرا فيها في الليل باش نرقد ولد خويا صدقوني نتكلم ونسكت يقول لي اقرا لي بيونا. هو بدو ولا يخاف. شوف لي قصه اخرى عايشوتي. قال لي لا اقرا لي هذيك وشد فاسك صدقني يا نوف. قلت انا هذا يزن على ما عليها القصه هذه. سؤال بلاش جاوبني نعم او لا. انت وقتها ترقد فيه بالمكياج ولا بلاش؟ خاطري ولي وزوز افلام راعم. علي ما تعرفنيش بلاش مكياج انت؟ لا نعرفك نعرف كله افلام محلاها بلاش مكياج وفي نعملوا في حكايات وكذا. ما نحملش فيها بالحق. لا يعرفني اون بلوس بلا مكياج. لا لا نعرفها بيان سور ونعرف مريم. عبد الرزاق فيهم بلا مكياج. بس دونك توا معناتها الرعب هذا اللي تحكي عليه بيا باش يوليو قصص الاطفال الرعب. اي ولي ما عادش رفعت الجلسه. تولي رفعت القصه. والله يجيبوا منير بالصالحة ويقدم احداث القصه. ايش عمل رفعت القصه؟ نعم رفعت القصه. كم يلا الجميله والوحش رفعت القصه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم باش نشوفوا قصه عنيفه جدا. الوقائع نتاع القصه ذي بدات نهار 8/8/2016 مع 8:08 دقائق نتاع الصباح. الضحية نتاعنا اللي هي الجميل. الجميل أخذت تاكسي جماعي ومشيت. كي خرجت التاكسي الجماعي الشوفور حاب يعمل قصة. يا أخي دخل في عرسة تقلبت الكهرباء توفيوا الناس الكل ومنعت كل الجميل. تلقى روحها تمشي 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 ضاعت في الغاب. وإليكم الأحداث. لهنا الجميلة
قبض عليها الوحش. وخرج شاهد عين، وهو شاهد عين اش قال؟ انا مازلت لقيت صباط سندريلا بونتور 45. كلمني سانفور غضبان، قال لي راي جميله ضاعت، ويظهر لي ماشين اللي عندي ما نقول لك سي علان لوجو عليها. والله العظيم سي تريست، طفله عاقله ياسر. تقرير الطب الشرعي يقول اللي الجميله كان على ظهرها اثار متاع تخبيش. شوفوا التسجيل. بعد ما خبشها الوحش بيسها من راسها، وبعد عاد خبشها، بعد عاد بيسها من راسها، بعد عاد خبشها، بعد بيسها من ايده، بعد قاعد يخبش، قاعد يخبش، قاعد يخبش، كم يخبش؟ قاعد يخبش. سامحوني. لهنا نشوفوا الشهادة الثانية ونرجع لكم. ولا ايش باش نقول لك؟ والله انا عمري كامل معروف هوني في الغابة. انا وليلى ريكشيين وكل شيء. وكل غابة تمشي على كبراتها. هذيك هي. الوحش هذا معروف في سالم، سمعت عليه قبل وفي صايلي على الاخر. متعدي على برشا قضايا، عنف شديد، برشا حكايات فهمني. وسمعت بيه محكوم عليه طول طول ومقطع حسيله في الغابة، مكفن في الغابة. أما ما نكذبش عليك، أنا عمري بالعمر ما هكا ما لا قابلته ولا شفته. المعطيات هذه كل وحسب المفتشين وفرقة الأبحار اكتشفوا في النيابة العمومية أن الوحش هذا أصله أمير. ولحسن الحظ فإنه فرقة الأنياب وألقات الخفض على الوحش. قبل ما نكملوا معاكم هذه بلاي، شكرا على الفيديوهات اللي تبعثوا فيها الكل. شوفوا بلاي ونرجع لكم. عسلامة أمور جدية. تحية الأمور جدية من كرنفال دنيس. من حرب الزرد أحلى تحية الأمور جدية. ألمانيا أحلى ديديكاس الصادوق وكريم الغربي أمور جدية. ميرسي بور توت ليكيب نتاع أمور جدية. تو لي مارديا ياسر ضحك ياسر جو معاكم أمور جدية. السلام عليكم، يعطيكم الصحة بالحق ولا العظيم، فرحتونا ضحكة من قلب. أحلى تحية لأمور جدية من هولندا. Я принадлежу лучшему ТВ-шоу «Амур Жадия». Я из России. Ахану Амур Жадия. Ини Айша Ирина Урасна Касра Али. Хабукум Баша. Дедика Специаль Керима Гарби. أمور جدية نكلم فيكم من فرنسا تحدي دنيس. تدي كاس الأحلى مريومة وأحلى بيز زردي وأحلى نوف النورتيني وأحلى كريم الغربي. من جيبس تدي كاس لكريم الغربي وصادق حلواس وبسام الحمراء، ويقول لكم حمودة أحلى أمور جدية. أحلى تحية لكيب أمور جدية من شانزيليزيه باريس. كوكو سلام لكيب أمور جدية الكل. بصراحة نحب نقول لكم برافو 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 من إسبانيا برشلونة تحديداً، ونقول لكم ميرسي بوكو. رامي منصور تحب تقول لكم برافو أمور جدية. أمور جدية نحب نسلم عليكم كل ضحية كبيرة الكريم الغربي وبرنامج طاير برشا. سلامة أمور جدية، احنا من لمطة وتوافي البغدادي نحب نقول لكم أمور جدية. نستناكم كل نهار ثلاثة العشية باش تزهيونا سهرية. أمور جدية بلا إيطاليا. أمور جدية ألبانيا. مرحبا أمور جدية تركيا. أمور جدية تونيزيا. كيكيتي ميموتي شيموتي ديديكاس لكيب أمور جدية. اون ديريكت دو كان حنا نقول الامور الجديده يعطيكم صحه. البرنامج الحلو والتحفون، برافو ليكيب الكل وسورتو كيمو انت المعلم. عسلامه امور جديه، برافو لتوت ليكيب خاصه كريم الغربي وبسام الحمراوي. امور جديه امور تحيه.
من احلى وردانين الاحلى امور جديه باش نقدموا ديديكاس نوفل ورداني ديديكاس كريم الغربي ديديكاس بومزي بالجبره ديديكاس سيد الحلوين ديديكاس باين الزردي ديديكاس انا زكريا من الجزائر احلى تحيه لامور جديه يا نحبكم برشا اش لي بديش فوزي بن قمرك اي لاف يو كريم يا مومونتو نحبك صادق حلوين سلام النوفل والتاني حسام الحمراوي صبري لازفيكاس وصادق ونسو خويا بنورات الحصة تشوف بابا جينا كامل هوراندا حبيت نقول خمسة ولا خميسة عليكم ان شاء الله بالسعد والعمار معاكم حورية المادية نحب نقدم احلى تحية الى برنامج امور جدية كودا الكشافة التونسية وحي برنامج أحلى تحية لتونس أحلى تحية الأمور جدية والحوار التونسي دمتم لنا فخراً وفي رعاية الله انتي زادة انزل بلاي وسجل فيديو وابعث لنا على 58 080. شكراً لكم على الزميل اللي تبعثوا مع تعليق على الفيسبوك الفيديوهات تهذا فوق معناتها فوق 12000 أسبوعين حاولوا ناخذوا منهم اللي نجموا دونك شكراً شفت محلاها اللي تحبك صدق هذيك والله تبارك الله عليك معناتها المعجبات نتاعك معبود الجماهير معبود الجماهير هادي لطفي كيمو كيمو صدق مش كان حذاك بسام والله بسام مشى شاف قضية توجيه مش هيرجع الواحد في فلوس موجود ولا مش موجود آخر فقرة عنا ويلي مع معناتها توا مزروبين مش نحاولوا نقراهم موجود ولا مش موجود أغرب أغرب أسباب الطرد من العمل معناتها برشا صار عليهم أنهم طردوا من الخدمة فما أسباب غريبة جدا في التطريد من الخدمة في اليابان طردوا موظف لأنه مرقدش أثناء العمل أثناء؟ أي علاش؟ لأنه الإدارة في اليابان فما إدارات يخصوا ربع مش نفسر لكم يخصوا ربع ساعة للنوم بشرو ديماري والموظفين حتى اللي ما عندوش نوم يتظاهر بالنوم باش يوري اللي هو خدام موجود ولا مش موجود بسام ما نحبش نطرد بسام موجود في اليابان دونك ما يطردوش به في فرنسا أطرد من خدمته خاطر يدخل برشا للتواليت موجود ولا مش موجود نريد في فرنسا بلا بروبليم دو سونتي في فرنسا تنجم تكون راهو في بيتزاريا في حاجه معناتها اي فدوا منه فدوا منه مريض يعني مالاد يشرب برشا ماء يشرب برشا ماء نجم يكون مريض مسكين نجم يكون يطلع جمل في تمام مريض يمشي يداوي ويرجع غاديكا اي يداوي يداوي خويا ماشي جاي زاد على التواليت عنده سهل وين يخدم اي موجود ولا مش موجود 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 اطرد من اول نهار خدمه خاطر عرفت وقرات الحظ نتاعها موجود هذا لا ولا بحب ولا موجود نهار الاول نتاع الخدمه نتاعو العارفه قرات الحظ قرات في الهوروسكوب نتاعها انه جديد جديد عندهم سوبرستيسيون سي نورمال فما حرف موجود حرف وجوه مقلبه ولا بالرسم ايجا انت عرفته ترى هاتي جريده اقرا الهوروسكوب اولا لا من النهار اليوم اولا لا عيط لي عرفتي عيط لي عرفتي ولا لا اسمعني خويا هذا نهارك الاول انت نتاع الخدمه عندك 12 ساعه خدمه يلزمك تخدم غير تكركير ما كانش تعرف شنو يسالك مدام نعرف اللي هذا اول نهار خدمتي وباش نخدم لك 24 ساعه وكان فما سوايع زايده نخدمهم لك تهنى خلينا نشوفوا كان واحد عنده شانس اليوم ولا شانس يا اخي تلعب بلانيت عرفتي اسمعني خاطر انا نعمرها البلانيت في قهوه شمنطتو المره اللي فاتت اسمعني رد بالك وانت تروح لبرشا رد بالك تيلي ودي انا بلانيت وانا كويكب نتاعك انا جو فو ليغ مون هوروسكوب شنو جو فو ليغ مون هوروسكوب 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 وين موجود هذا؟ شنو مش موجود؟ يا اخي باش شنو مش موجود؟ يا اخي موجود في سنتر فيل ما موجود في الجريد. اسمعني يا راه خويا انا نقول ياسب لي زوروسكوب دونك تو انتيغي بيان فيغ دون ترافاي. فازي. اي. تبع في الهوروسكوب؟ مش باين عليك مدام. شنو مش باين عليك؟ تعرف شنو معناتها هوروسكوب ساعه باش تشوف حظك. اه حظي؟ اي حظك اي. منيل نعرفه حظي بك العالم. باهي تعرفش كيفاش؟ كما انت ما فهمتش شنو معناتها اوروسكوب خاطر اوروسكوب سافو دير برج
عطيني انت وقتاش مولود؟ انا مولود حسب ما تحكي امي. حسب ما تحكي امي قالت لي مولود اول ماي، وحسب ما يحكي بابا مولود في اخر ماي. وانت دبر راسك يا اخي. انا قلت لك وقتاش باش تخطب يا اخي، ما فهمتش. قلت لك وقتاش مولود؟ بون انت وقتاش ماي هكاك 21 ماي حسب الكنش نتاعي. يقول لي كنش قوي في هذه، حسب الكنش نتاعي يقول لي انت من مواليد العذراء. عذراء؟ شنو اللغة هذه على الصباح؟ تو انا عذراء قدامك؟ تو انا عذراء برسمكم؟ انا عذراء مدام؟ شنو اللي هنا على الصباح؟ كان جيت عذراء عندي كعبورة هنا. عذراء عذراء تو انا باغيزون بالونس. بالونس انت بسكولة بينا بسكولة. مرحبا بسكولة بس. ثلاثة نقرا لك، ثلاثة نقرا لك. اسمع ويقرا الجريدة مقلوبة راهو. هاي بالنسبة للمدام الميزان البسكولة ذمة، الصحة صحة نقول لك ولا ما نقول لكش؟ اي قل. فما واحد من العذراء قاعد يسيب لك في ذبذبات باش تدخل بهم في حيط. نقراها لك هذه. بالنسبة للعطارد مع كوكب زحل مكتمل، يعني وانت قمر 14. بالنسبة للخدمة نقراها لك هذه يا مدام. اي اقرا. ينشف الذبان. ينشف الذبان. نكمل لك ولا ايه؟ كمل كمل. انا ما نصدقهمش هذوما. كمل يا عذرا كمل. ما نصدقهمش. كان جاي يعمل في الابراج يخدم في الجرايد. راهو كون ماكل عام. راهو كون ماكل عام. انت ماكش تشوف في حاجه بيزار في هذا كل ساعه؟ قاعد نشوف حاجه بيزار مدام. اللي هي شنو؟ تعرفش كيفاش مدام؟ وقتاش الكونجي بتاعك؟ عرفتش كيفاش انا؟ اخرج من قدامي، اخرج من قدامي، اخرج من قدامي. اول نهار اول كونجي. اش قولك بالسيد لي؟ والله محلات. ماست ماست. والله محلات تبارك الله. شنو انا دوم دخلت بلوس شقيف، بلوس عندك لوك شقيف، اعطيني جمله قولها شقيف. شقيف؟ اي. سأقتلك ذبحا. تنظرين هناك فوق تلك التلة؟ التلة جدو. تلة حلوة. تلة جدو. اعملي تلة فوق التلة. أرى كثيرا من الغزلان سوف أصطادهم بسهمي بضربة واحدة. أفا ثم أفا. تعالي تحية لشقيف. تحية لشقيف. كريم. شقفتش للي يتفرجوا برشا يسألوا فينا على عروض كريم الغربي ماهوش موجود. نعاود نذكر إخراج زين عبدين المستوري سهيل العماري، كريم الغربي الوان منشور جديد نتاعك. دونك وقتاش عروض الجاي؟ قبل العروض نحب نقول ميرسي على العباد اللي فرحوا بينا في ولاية الجمهورية. غدوة عندنا عرض 15 مارس في كارتاج اللي هي الشوسي كارتاج، اللي يحب يقص 24 نمرو 24 374 300 24 374 300 الريو تونس نهار الخميس 16 مارس، الزفير 17 مارس، المركب الثقافي بنابر 18 مارس، الزفير 19 مارس، لوتيكا 23 مارس، 24 مارس في جيبس، ونهار 25 مارس المسرح البلدي جربه. النمر نتاع المسرح البلدي في جربه اللي يحب يجي يتفرج في جربه ان شاء الله نهار 25 مارس 52 125 305 52 125 305 دايم تاع جربه. وشكرا صحة كبيرة. نعاود نذكر دونك خمس سنين العفشه، وقتاش العرض؟ لو 25 ان شاء الله مارس في كاتدرال. تحية لوجيه الجندوبي. كاتدرال نتاع كارتاج. ان شاء الله بشوفوا وجهها في فما دي تروفاي جدد وخدمه جديده، حاجه جديده يعني. ان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحه. شو اللي عارفين، نعاود نذكر اذا تحب تربحوا 5 ملايين ابعثوا اس ام اس فيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه على 85 840. شنو الشطحه اللي عملها بسام الحمراوي الحلقه اللي فاتت؟ واحد اذا تقول زومبا، اثنين إذا تقول تويست، ولا ثلاثة إذا تقول بريك دانس. واحد ولا اثنين وثلاثة على 85 840. شكرا لحسن المتابعة. بيا بسام سادر شادلي مريم كريم، نتقابلوا الثلاثة الجاية في أمور جدية.